يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، احييكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم مواهبنا في مدارسنا. طبعا في هذا البرنامج راح نسلط الضوء على الاستراتيجيه الجميله اللي يقدمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي. بنروح وياكم حق هذا الفاصل، راح نرجع نتواصل ونعرفكم على ضيفنا اللي منورنا في بدايه الحلقه. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين من بعد ما شفنا هذا الفاصل. اليوم إن شاء الله عندنا ضيفين متميزين واثنين ما شاء الله أساتذة. الضيف الأول اللي راح يكون معانا والحين راح نسولف معاه اللي هو الأستاذ أحمد الأستاذ، طبعا هو مسؤول مركز محافظة حولي لكرة القدم بنين. مساك الله بالخير وحيا الله من يانا. حيك سلمك، ما قصرت. يعطيك الصحة والعافية. يعافيك يا الله. الحلو الشباب اللي مثلكم لما يهتمون في البراعم والأطفال والصغار. صحيح. يعني أنت ما شاء الله مسؤول مركز، وما شاء الله حسب معلوماتي أن تواجدك كل يوم تدريبي موجود في المركز. في البداية بنتكلم عن موضوع الاستراتيجية اللي وضعها الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي برئاسة الأستاذ فيصل مقصيد بمحمد. بداية أحب أشكر كل قائمين على الاتحاد الرياضي المدرسي. وخص فيها شكر رئيس الاتحاد الأستاذ فيصل مقصيد. بداية أقول لك الاستراتيجية يتم وضعها مدة 5 سنوات. جميل. وابتدينا الحين إحنا بالسنة الأولى. والحمد لله الأمور طيبة. مثل ما تعرف أي شيء بداية يكون شوي فيه صعوبة، بس الحمد لله الأمور متساهلة وكل شيء تمام. شلون شايف مدى الإقبال الطلبة على كرة القدم؟ لا ما شاء الله تبارك الرحمن، عندنا إحنا مثل ما تعرف لعبة كرة القدم لعبة شعبية. بس انت مثل ما تعرف شوي تخوف الطلبه بما انهم قاعدين الحين في البيوت صار لهم فتره، يعني ما قاعد يحضرون مدارس او شيء كذي. صحيح. ما قاعد يلعبون اللي هو عندهم في المدرسه حصه تربيه رياضيه. فشوي كانوا متخوفين. بلشنا وياهم بالعاب صغيره، بلشنا وياهم في امور طيبه كذي، استانسوا ونسناهم اول شيء. جميل. والحمد لله الحين امورهم طيبه، الحين قاعد نعطيهم المهارات. بلشنا من اللي هي المهارات الاساسيه كره القدم، والحمد لله الامور طيبه. حلو. تقريبا عدد الطلبه اللي استقطبتوهم حق المركز مركز محافظه حولي؟ لا ما شاء الله تبارك الرحمن العدد كبير، يعني كنا متوقعين ان احنا مثلا بدايه ما راح يكون في عدد كبير، بس لا تبارك الرحمن من 50 الى 40 لاعب تقريبا. ما شاء الله. مستوى الطلبه شلون شايف مستوى الطلبه؟ هل هم مثلا تحس انه راح يطلع لك او يطلع لكم انتم كمركز ومحافظة حولي؟ يعني محافظة كبيرة فيها أكيد مدارس كثيرة للأمانة، وفيها لاعبين متميزين يعني. صحيح. لا ما شاء الله في عندنا الطلبة بداية أول شيء كان يعني لازم تكتشف مهاراتهم. مثل ما قلت لك أول شيء كانوا لياقة بدنية كانت شوي تقدر تقول ضعيفة، يعني نادرة تلاقي ولي الأمر، تلاقي اللي هو يعني خاصة فترة طافت إحنا في الكورونا وكذي، تلاقي نادرا يوديهم مثلا مراكز خاصه ولا عندنا حكوميه عشان ما يبون مخالطه او شيء كذي. صحيح. الحمد لله تبارك الرحمن بعد ما رفعنا مستوى لياقتهم تبين الطلبه اللي هم عندهم مستواهم عالي في كره القدم، يبين من خلال اللعب اللي هو خلال اللعب التقسيمات او من خلال التدريبات الرياضيه. حلو. كفاءه المدربين اللي قاعد يقدمون حق هالطلبه وعيالنا كره القدم؟ لا ما شاء الله تبارك الرحمن عندك المدربين تم اختيارهم
مستوى عالي منهم اللي يكون أساسي مدرسين تربية رياضية عندنا في وزارة التربية، وفي منهم تلاقيه هو أوردي لاعب قديم، تلاقيه يعني ماخذ شهادات ودورات تدريبية تدريبية نعم. والحمد لله الأمور طيبة، عندنا هم لاعبين سابقين يعني كبار في العمر. عندنا قاسم حمزة، أستاذ قاسم حمزة وزيها تحية، لاعب كاظم ما شاء الله، هو عندنا مدرب رئيسي عندنا في المركز. اي نعم، فتبارك الرحمن الأمور ان شاء الله حلو. يعني لما يكون مثلا في مثل مدربين متميزين امثال مثل ما تفضلت استاذ قاسم حمزه، طبعا كابتن كبير وجه له تحيه من خلال برنامجنا، والامانه هو يمكن من ملوك الدفاع في نادي كاظمه وفي المنتخب الكويتي الوطني، يعني الله يعطيه الصحه والعافيه يا رب. اي والله، الحين اتفقنا انه هو تقريبا نوعا ما مسؤول عن المدربين. اي نعم، هو مسؤول المدربين عندنا في المركز. وكم مدرب موجود تقريبا؟ عندنا اثنين تحت مساعدين المدرب. حلو، نقدر نذكر اساميهم يعني؟ عندنا غانم الوادي، هو اهم شيء تدريبه وكفاءته. طبعا طبعا اي نعم، لا ما شاء الله تبارك الرحمن، شغلهم ممتاز. وطبعا هو في عندنا خطه او جدول موضوع، وبناء عليه ان شاء الله قاعد يمشون بامور طيبه ان شاء الله. حلو، الفئات السنيه اللي انتم قاعد تستقطبونها عشان كره القدم اللي هي عمر اللي هو مرحله الابتدائي ان شاء الله. اي نعم، تقريبا الاعمار تكون من 9 الى 10 سنوات او خص 9 سنوات. اي نعم، بحكم انت متواجد ما شاء الله يعني يوميا في 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 مركز التدريب يعني، او في فتره التدريبات يعني، يعني اتوقع ان انت رياضي بعد يعني. اي نعم، وتحب كرة القدم طبعا. كل حبه اي صحيح. شلون يعني شلون شايف يعني مثلا هالاعمار اللي 8 سنوات 9 سنوات حابين وجايين بشغف، ولا مجبورين ابو قايل لازم تلعب كرة قدم؟ لا لا بالعكس، انا تواصلي دائما كرئيس مركز مع اولياء الامور مباشره. جميل. فساعات انصدم تلاقيني مثلا قبلها بيوم، عندنا قبل الحضور الطلب بيوم يدش علي طالب نفسه او اللي هو المتدرب نفسه. حلو، هلا كابتن شلونك، شو اخبارك، باكر ان شاء الله في لعب؟ اي باكر نيجي نبكر، نقدر نيجي نبكر مثلا نلعب زياده نسخن. ممتاز. فلا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني فيهم شغف وحب الكره. حلو. فكرت بشيء ما ادري اذا يمكن انتم تقدرون تسوونه، يعني الحين اولياء الامور لما يكونون جايين مع عيالهم. أيه. وهذا ممكن تسوون مثلا دوره تدريبيه حقهم بسيطه كذي، يكون فيها الدش من ضمن الجدول يعني، او يكون يعني بشكل خارجي كذي يكون معاكم؟ لا والله مبدئيا في اولياء امور انا اشوفهم يعني، هم في بعضهم يجون يتكلمون معاي ويسالوني عن مستوى يعني المتدرب او اللاعب عندنا. اوكي. وفي بعضهم لا، اشوفهم مثلا جروبات تلاقيهم يعرفون بعض من زمان، يتصادفون هناك عندنا، يتمشون حوالين المدرسه اللي احنا فيها او الملعب اللي احنا فيه. حلو. يعني في عندهم امور هذه. اجي اركض اخذ الكوره، شفت الكوره؟ في كوره، اركض ألف مرة الكرة هذه، ألف مرة، وارجع شوف شو اسوي، اكبت الكرة اجي اطق قوي، ما يصير الا اطق، لازم تطق زين. اللي تعودنا عليه انه اللي يكون جسمه قوي بنيته قوية وكبيرة يكون دفاع متأخر دائما، يعني انت الارتكاز اللاعب رقم 6 إيه؟ والمدافعين الاثنين الغلوب، يعني ما يصير تجيب لي يكون لاعب قصير يكون كقلب دفاع، ممكن المهاجم يكون بنيته الجسمانيه اقوى فياخذ الكره منه بسهوله يعني. بالضبط. فدائما احنا المهاجم الراس حربه نحتاج ان اللاعب التسعه هو اللي نسميه بالمسمى بالملعب. صح. نحتاج واحد جسمانيا يكون جسمانيا قوي، ودائما الارتكاز لانه هو في عمليه افتكاكات كره. اها. فيها شويه قوه وفيها بنيه جسمانيه لازم يستخدمها في نص الملعب عشان ياخذ الكره، ونفس الشيء الكلام حق قلوب الدفاع. حلو، هل هناك حراس متميزين عندكم؟ للامانه اي في حراس مميزين، وبالنهايه الكويت ولاده حراس يعني. أكيد. من الثمانينات على قولتك. صحيح. حراس بشكل خيالي يعني على قولتهم. صحيح. وحتى اليوم في منتخب الكويت انت تحتار انه من الحارس اللي تكون موجود تاخذه. بالضبط، يعني حراس المرمى والامانه يعني اللي قاعد يقدمون حق كره القدم الكويتيه بالذات منتخب الكويت، يعني الامانه حراس متميزين الله يعطيهم الصحه والعافيه. ونوجه لهم تحيه من خلال هذا البرنامج. اي والله. شلون يتم تجهيز الفريق المدرسي؟ اوكي. اليوم الفريق المدرسي احنا نحط الركائز الاساسيه واللاعبين الاساسيين اللي نحتاجهم في الفريق. نعم.
بالاختيار طبعا مع المدرب ومع المساعدين والمدربين اللي موجودين في المركز، بالتمارين المعينه، بالتمارين اللي احنا نحتاجها هني نقدر نشكل فريقنا فيه. هو مع التمرين بين فتره وفتره ممكن انت اللاعب ما تلعبه في مركز معين، صح، ممكن تلعبه في اي مركز من المراكز، صح، لان انت في مثلا مباراه او في يوم من الايام تحتاج اللاعب يلعب في هالمركز، بيكون انت ما عندك تبديل او استبدالاتك او لاعب تعور عندك، فانت دائما تعود اللاعبين ان يلعبون في جميع المراكز. صحيح. عاده المدرب لازم يختار له لاعب لاعبين ثلاثه يشوتون فاول، في بعضهم يشوتون بلنتي، هل جهزتوا هذه الامور؟ احنا بالبدايه هل الامور هذه البلنتي والفاول، بالعكس احنا نتمنى ان الطالب يكون يعرفها، بس اليوم انا كمدرب في الاتحاد المدرسي وفي مركز العاصمه، نعم، احنا الفئه العمريه اللي ماخذينها هي فئه الرابع والخامس الابتدائي. اوكي. فهذه فئه يعني مرحله تجهيز، انت رايح حازم مرحله تاسيس 100%. حلو. وانت عارف ان السنتين اللي فاتت الاوضاع العامه الوضع اللي كان العام والجائحه اللي جتنا، صح، فهذا الفئه العمريه هذه ما اخذت شيء في الرياضه، ما اخذت شيء، ما اخذت حقها في التمرين، صح، فاحنا اليوم واجبنا ان نكثف التمرين عليه، نعلمه الاساسيات، وبعد هذه سالفه البلنتي والفاول ممكن تسويها في قبل البطوله او قبل البطوله فتره، تعود اللاعبين وتشوف اللاعب الزين اللي يشوت فاول او اللي يشوت بلنتي. عدد اللاعبين اللي انتم يعني اللي شايفين فيهم الامل الكبير اللي راح يقدمون ان شاء الله حق محافظتكم كره متميزه يعني. للامانه الاقبال عندنا في مركز العاصمه جدا كبير. احنا قاعد نحاول كثر ما نقدر ان نعطي الكل فرصه بالتساوي يعني. حلو. عشان الكل يكون ياخذ ماخذ فرصته. جميل. احنا عندنا الحين في مرحله ال 30 لاعب. وقاعد ممكن ان نحاول نقلل منهم على اساس يصير التدريب والتركيز على الفئه المعينه اللي انت تحس منها راح تتطور. حلو. الاوقات تدريبكم ايش كثر؟ كم يوم بالاسبوع ومن اي ساعه لاي ساعه؟ وين المكان؟ اوكي، احنا في مدرسه، احنا اول شيء مركز العاصمه في منطقه السره. أوكي. منطقه السره في مدرسه جابر المبارك الثانويه بنين. تمريننا 3 ايام في الاسبوع، الاحد والثلاثاء والاربعاء. التمرين راح يكون من الساعه 4 العصر الى الساعه 6 المغرب. وشلون يتم التوافق ما بين الدراسه والتدريب حق الطالب؟ اي احنا الامانه الفتره اللي فاتت انت عارف فتره امتحانات الحين، صحيح، فاحنا حبينا انه يكون التمرين بعد الاختبارات على اساس انه يكون اللاعب عنده فتره راحه ويقدر يتمرن، وهذا حق الفتره اللي بعد الامتحانات. انا كمدرب اللاعب لما اجيب عندي التمرين او اخذه اقول له انا اهم شيء عندي اول شيء دراستك. حلو. النهايه الاتحاد المدرسي يهتم في التحصيل العلمي، في المؤهل العلمي وفي الجانب الرياضي، فإذا اللاعب اليوم ما تعلم أساسيات كرة القدم إذا كبر صعب أن تعلمه. فاليوم أنا وكابتن سالم الدوسري مركزين على أساسيات اللي يحتاجها اللاعب. اليوم مثلا لاعب يحتاج التمرير والاستلام، فأكثف له تمارين التمرير والاستلام. اليوم في لاعب يحتاج التوافق العضلي العصبي، أكثف له تمارين التوافق. فإحنا نشوف اللاعب شنو يحتاج، لأن هذه مثل ما قلت لك مرحلة أساس. ان الاستراتيجيه او تركيزكم انه راح يكون على مدى 5 سنوات، السنه الاولى راح تكون هي البدايه وهي الانطلاقه وهي اللي راح على قولتهم تكون اللبنه الاولى في هذه الاستراتيجيه او في هذا المركز. كره الصالات، كره قدم الصالات هي بداياتكم فيها،
واليوم قبل هوا قلت لي الحين بلشنا في موضوع كرة العشبية على قولتهم. نتكلم عن كرة الصالة وعن فريق عمل كرة الصالة. طبعا كرة القدم بشكل عام هي اللعبة الشعبية الأولى عندنا في الكويت وبالعالم كله. كرة القدم الصالة بالنسبة للبنات لعبة جدا 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 عليها إقبال كبير. احنا ان شاء الله يعني عندنا خطة ان اللعبة هذه خلال السنة الأولى السنة القادمة ان شاء الله راح يكون لنا فريق رسمي يشارك في دوري الكويت للصالة، دوري البنات للصالة. نعم. وايضا عندنا حاليا يمكن لو تعرف ان احنا عندنا اكاديميات للصالات فقط. صح. لكن احنا اسسنا فريق عشبي بيشارك ان شاء الله في دوري الاتحاد الكويتي تحت 18 سنه. الدوري راح ينطلق ان شاء الله 31 يناير من شهرين. نعم. فراح اشارك باسم الاتحاد المدرسي، شارك بالفريق هذا تقريبا 30 لاعبه سجلناهم، مستمرين بالتدريب معانا وولياء الامور جدا متعاونين يعني. الحمد لله. انزين فريق كره القدم العشبيه اتوقع هم 11 لاعبه وراح ينتمون الى اكاديميه معينه ولا على طول راح يروحون حق يعني الاتحاد الكويتي؟ طبعا احنا في عندنا توقيع اتفاقيه بيننا وبين الاتحاد الكويتي، اللاعبات الموهوبات اللي تجاوزون مرحله او عمر 18 سنه دايركت اي لاعبه موهوبه تنضم لمنتخب الكويت. حلو. او اي نادي تبع الاتحاد الكويتي. احنا كفريق عشبي عندنا فريق وليست اكاديميات، فريق واحد فقط. أيوة. يمثل الاتحاد بشكل عام، الاتحاد المدرسي بشكل عام. اي لاعبه موهوبه ممكن الاتحاد الحين بالبطوله هذه، اي لاعبه موهوبه ممكن الاتحاد الكويتي ياخذها على طول ويضمها لمنتخب الكويت تحت 18 سنه. جميل. وهي تسجل باسم الاتحاد المدرسي بينها عقد مده سنه. حلو. الفئه العمريه اللي قاعد تختارون تختار اي فئه عمريه للفرق ولا بشكل عام؟ الفرق طبعا مركزين احنا على المرحله المتوسطه والمرحله الثانويه. انا دائما اقول التركيز على المرحله المتوسطه هو اللي راح يعطينا نتيجه بعد 5 سنين قدام احنا نطالع. نعم. فالفريق عندنا مكون تقريبا عندنا يمكن فوق 10 لاعبات من المرحله المتوسطه والباقي المرحله الثانويه. جميل. الشباب قاعد يختارون اعمار اصغر، هل البنت يعني تبين معاكم من عمر اكبر يعني مو بس مراحل البراعم والاطفال؟ نعم. البنت لو تاخذها حتى بالثانوي ممكن ما تعرف كره، تعطها شهرين ثلاثه تعطيك البنت يعني على طول تبين هذا. اما ما شاء الله الاولاد يعني من ينولد صح ولد هو مايل للكره يعني القدم، بس احنا دائما نركز على قلت لك يعني يمكن المرحله المتوسطه هي تركيزنا على هي التركيبه الجسمانيه للبنت في المرحله هذه تعطينا افضل يعني. حلو. مدى الاقبال على هذه اللعبه، لعبه كره الصالات وكره قدم الصالات وكره قدم العشبيه؟ والله نفس ما قلت لك يمكن بالبطولات التنشيطيه العدد وصل فوق ال 500 لاعبه بالثلاث بطولات يعني ما شاء الله. وكان اعلانه اعلان مدارس ويعني وشفت لا في انشطه ولا في شيء يعني جدا الاقبال كان رائع يعني. العشبي ما شاء الله يعني لين اليوم احنا خلصنا تسجيل الفريق وللحين في لاعبات تبي تنضم للفريق يعني ففي اقبال والله كبير يعني ما شاء الله. لو بنتكلم عن تجهيزاتكم للبطوله القادمه اللي هي العشبيه ولا العشبيه؟ ان شاء الله احنا الحين استعدنا للبطوله استعداد كامل. نعم. قاعدين نحاول نكثف التمرين. البطوله الاثنين القادم باذن الله عندنا مدرب، مساعد مدرب، مدرب حراس، كلهم من معلمات تربيه بدنيه يعني ما شاء الله مسعف وعندهم شهادات تدريب يعني كلهم متخصصين في المجال. ان شاء الله احنا مستعدين وباذن الله نترك بصمه باسم الاتحاد المدرسي. انتم قدها وقدود ما يحتاج يعني الله يحفظكم ان شاء الله. ابي اعرف منك هل هناك صعوبات بالتعامل مع الاهالي خاصه ان الطالبه تبي تدرس وتبي تلعب نفس الوقت يعني كره قدم، فهل في صعوبات؟ هل في تعاون كبير بينكم وبين اولياء الامور؟ طبعا لو تطالع لخمس سنين ورا نعم بتطالع الحين في اختلاف كبير في تقبل الاهالي فكره ان البنت تلعب كره قدم. نعم. هذا يعني شيء يمكن الكل لاحظه. احنا عشان ندري ان كل الأهالي بشكل عام حريصين على مستوى الطالب التحصيلي يعني
فمن أهداف الاتحاد المدرسي يمكن من الخطط اللي اتفقنا عليها لازم يكون في طالب خصوصاً طالب موهوب يتبنى الاتحاد المدرسي ويهتم في تحصيلنا في تحصيله العلمي. بالنسبة لتدريبنا الحين بالأكاديميات هو راح يكون يعني ساعتين بالأسبوع، يومين بالأسبوع للمرحلة الابتدائية، ثلاثة أيام بالأسبوع للمرحلة الثانية والمتوسطة، يبدي من الساعة 5 للساعة 8، لكن كل مرحلة لها ساعة باليوم. حلو. فيعني إن شاء الله ما يأثر على تحصيلهم يعني إن شاء الله. المستوى المدربات شلون شايفه؟ طبعا مدرباتنا ثلاثة أرباعهم هم من الأساس لاعبات. حلو. وحاصلات على شهادات تدريب. جميل. إن شاء الله المستوى طيب، وراح تشوفوا المستوى المدربات عن طريق نتائج الفرق إن شاء الله. بإذن الله. توقعاتك حق الاستراتيجية في السنة الأولى شنو راح تقدمون؟ هل في إبداع من المدربات لاستقطاب أو للنهاض في كرة القدم الصالات وكرة القدم العشبية؟ والله إحنا ناس طماعة نطالع لقدام حيل، يعني إحنا نبي ننافس بكل شيء إن شاء الله. إن شاء الله الاتحاد المدرسي راح يكون له اسم كبير في مجال كرة قدم الصالات بنات، فبإذن الله راح نأسس فرق للمراحل السنية، المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، فرق ممكن حتى نشارك في البطولات العربية المدرسية باسم الاتحاد المدرسي إن شاء الله بإذن الله. إحنا بس العام الأول هو عام التأسيس، إن شاء الله العام الثاني كلنا مشاركات بإذن الله. شلون شايفة مدى التعاون ما بينكم وبين الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟ طبعا هناك تعاون كبير بيننا وبين الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يعني أنا الحين أقول لك كرة قدم صالات بالاتحاد المدرسي ما نقدر نفصلها عن الاتحاد الكويتي، لأن مهتمين بدق التفاصيل الأكاديميات، متعاونين معانا مسهلين لنا جميع الأمور. حتى الدورات اللي طلبناها سهلوها لنا، أعطونا دورة تنشيطية للمدربات عن طريق مدربة منتخب الكويتي للصالات، دورة مدتها يومين. في دورات قادمة إن شاء الله بالتعاون مع الاتحاد الكويتي. الاتحاد الكويتي متبني اللاعبات الموهوبات على طول يضمهم للمنتخب. طبعا اشكر يعني الاستاذه فاطمه حياه، لها دور كبير، حريصه جدا 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 على مشاركه الطالبات في دوري تحت 18 سنه الحالي. الطالبات اللي استقطبتوهم من تم استقطابهم من المدارس الى التدريبات، شلون قاعد تدربونهم وشنو اوقات عملكم؟ اوقات العمل طبعا لا اهم شيء عندنا تكون يعني مريحه حق ولي امر اللاعبه وحق اللاعبه. نعم. في اوقات الدراسيه وفي اوقات العطل. حلو. فخليناها دائما بالفتره العصر اللي هي من 5 ل 8. نعم. وتتراوح طبعا الفترات من الابتدائيه المتوسط والثانوي غير، يعني ابتدائي عندك يومين بالاسبوع والمتوسط 3 ايام بالاسبوع والثانوي كذلك يعني. حلو. استعداداتكم عادة شلون تكون حق سواء مباراة أو بطولة؟ استعداداتنا دائما يعني حاطين خطط فنية وخطط تدريبية حق اللاعبات، نهيئهم نفسي، نهيئهم حتى من ناحية الأكل، اللياقة، نرفع عندهم مستوى اللياقة، وطبعا التكنيكات ويعني الأشياء هذه المهمة قبل المباريات. بينت معاكم ملامح اللاعبات، يعني هل عرفتوا منو راح يكون هو الدفاع ومنو الوسط ومنو الهجوم، منو راح يشوت بلنتي، منو راح يرفع الكورنر، بينت معاكم؟ هذه الأشياء بينت طبعا من اخترنا اللاعبات مثل ما ذكرت لك الدكتورة شيخة في الدورات التنشيطية. نعم. كان عندنا بالدورات التنشيطية لاعبات شاركوا في البطولة، فاحنا اخترنا منهم شاركهم معنا بالفريق المدرسي، ومنهم اللي شفناها مثلا العصماوية تشوت يسار، اللي مثلا ريلا غوية على الفاول، اللي بلنتي يعني. حلو. منو راح يكون كابتن حق هالفريق هذا؟ ما حددته؟ لحد الحين في بعيننا يعني لاعبة هي من الشخصية القيادية وقوية ويعني مالحة بين البنات، نشوفها شخصية قيادية ككابتن حق الفريق إن شاء الله. حلو. اخترت حارس مرمى؟ اي في عندنا حراس مرمى اثنين. ومن يدربهم؟ مدربة حراس مرمى عندنا. عندكم. يعني انتم تتبعون محافظة حوالي عدل. تباريتوا مع المحافظات الثانية الفروانية والحمدية؟ لا لحد الان، بس هذه من الخطط ان شاء الله اللي راح تصير، ان احنا بين المراكز اللي هي تبع العاصمة وحوالي والجهرة جميع محافظات الكويت راح يصير فيها في دوري،
راح يتنافسون، ومن هالدوري هذا راح نطلع ان شاء الله فريق منتخب يشارك مع النوادي برا ومنتخب الكويت باذن الله. باذن الله ان شاء الله. انا نسيت اسالك عدد اللاعبات كم؟ عدد اللاعبات قصدك بالاكاديميات عندنا بالمراكز ولا خلال المشاركه؟ بالاثنين. بالمراكز مفتوح كل مركز يعني يشيل عدد معين. اي لحد الحين عندنا مفتوح، راح نسكره طبعا اول ما يصير ضغط على المركز. اما بالنسبه حق المشاركه على حسب الدوري، يعني الحين عندنا احنا مشاركه ان شاء الله عشبيه تضمن 30 لاعب. حلو. عندنا 30 لاعب عاده. يعني المدربين يختارون 11 لاعبه وفي فريق احتياطي عدل. اي نعم. اخترتوا ال11 اللي راح تبارون فيهم؟ عندنا ايه، عندنا 11 الاساسي و11 الاحتياط. حلو. مختارينهم عارفين. كمدربات يعني اكيد عندكم فكره عن موضوع الاسعافات الاوليه، سبحان الله اللي لاي لاعبه تتعور شد عضلي اللي هو، يعني عندكم خبره كافية؟ اي طبعا انا كمدربه عندي شهاده اسعافات اوليه. نعم. واغلبيه المدربات عندهم شهاده اسعافات اوليه، واي تمرين لازم معانا مسعف يعني ان شاء الله يكون موجود حرصا على سلامه اللاعبه عندنا. جميل. المدربات اللي معك منهم؟ المدربات عندنا يعني تبي الاسامي ولا؟ يا ريت. المدربات عندنا كوتش نسيمه حاليا ماسكه معنا وكوتش نهى. نعم. وكوتش حبيبه اللي هي مدربه الحراس ومعهم انا. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. شلون شايفه مدى التعاون ومدى الاقبال على كره القدم الصالات والعشبيه؟ الاثنين في اقبال كبير عليهم، يعني طبعا الصالات الحين عندنا وايد وبكثره، لان شفت بدايه الدوري والمنتخبات والمنتخب اللي عندنا والنوادي. نعم. وهم الحشب عندنا يعني وايد، في ناس تحب عشب، وايد ناس عندنا فيها مهارات العشبيه. حلو. بس الصالات. فاقبال انا اشوف على الاثنين يعني اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء. متواصلين تقريبا. لو مدى التعاون ما بينكم بين الاهالي؟ تعاوننا بيننا وبين الاهالي وايد حلو، يعني انا بالنسبه لي كمدربه شفت فرق كبير بين قبل والحين. متعاونين، هم اللي قاعد يحرصون يجيبون عيالهم على التمرين، هم اللي يسالون شنو متطلباتنا، شنو الاوراق اللي يحتاجونها، الفحص الطبي ياخذون البنات. يعني والله قاعد اشوفهم وايد حريصين على حضور التمرين وحضور بناتهم معنا مشاركتهم كره القدم. جميل. كابتن يعني على طاري الفحص الطبي، شنو يحتاج او شنو تحتاج الطالبه علشان تشارك معاكم؟ وين تسجل وشنو تحتاج من فحوصات طبيه؟ احنا عندنا رابط تسجيل، تقدر تسجل عن طريق الرابط، وتقدر تي عن طريق ايوها مراكزنا. الفحص الطبي اهم شيء تكون لائقه صحيا. أوكي. البنت ما تعاني مشاكل صحيه. وبس، هو بسيطه يعني، يلا هم تجيب اوراق المدنيه واوراق ولي الامر وفقط. ما يحتاج حضور ولي الامر؟ وين يعني قصدك؟ في تسجيل إيه؟ لا، حضوره موافقته طبعا مهمه، وحضوره بلا كبدايه حضوره مهم. نعم. ويكون في اتصالات ما بينكم وبين هذا ولا هذا دور منو؟ لا، في عندنا يعني انا المدربه والمشرفه اثنيناتنا على تواصل مع اولياء الامور. مرات اولياء الامور على بالنا بيصور بنته او بتصور بنتها بالملعب، تصير نوعا ما مضايقه للمدربات لان هي تبي تلعب كره، تبي تسوي خطه، تبي تفكر بهذا، فشلون شلون شلون يعني هل هم متعاونين؟ من ناحيه قصدك يعني شنو التصوير؟ اي لا، في الملعب مرات تكون الام واقفه بتصور بنتها وانت محتاجه كمدربه، محتاجه انك انت تمرنين الطالبات وتبين تخلصين تمرينك على قولتهم. صح. فهل يضايقكم هالشيء؟ بالعكس، انا ما اشوف اي اعاقه منهم، يعني دائما يحضرون، يكون من ناحيه ايجابيه تشجيع حق البنات حق اللاعبات. إيه؟ وهم حلنا احنا يعني، شوف ولية الامر حاضره حق بنتها، هذا شيء تشجيع حق الرياضه بالنسبه لنا. حلو. راح تكون في معسكرات؟ نطمح ان شاء الله يعني. باذن الله ان شاء الله يعني. نطمح، لحد الحين ما حددوا اي معسكرات. بس ان شاء الله، ليش لا؟ لو في معسكرات وين راح تكون، بالكويت ولا برا؟ على حسب يعني اختيارهم، احنا ما عندنا مشكله بمكان المعسكر، يعني اهم شيء يكون المعسكر محتوى جيد حق اللاعبه ويطورها يعني فنيا. زين، شلون شايفه مثلا تعاونكم مع المحافظات الثانيه؟ هل مستعدين انكم تبارونهم؟ يعني محافظه حولي تعتبر محافظه كبيره وفيها يعني مدارس كبيره الامانه، وعده مدارس وفيها يعني مبدعين يعني من ايام الرسم والشغلات الفنيه الامانه. ايضا اكيد كره القدم
راح يكون في لعبات متميزات. هل مستعدين عشان تبارون المحافظات الثانية؟ حاليا احنا راح نبدي ان شاء الله انطلاقتنا بالمراكز شهر 2. اي بس ننطلق بالمراكز شهر 2 راح يكون اكيد يعني بيننا احنا المراكز راح نسوي دورات انشطية، راح يصير في مباريات بينهم بين بعض. فاحنا على اتم استعداد ان شاء الله. احنا بكذي نشكر كل من كان معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين لان احنا وصلنا لختام حلقتنا. نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله في مواهبنا في مدارسنا. مع السلامة.